واحد ليس له في الخلق ثاني، دونه الناس جميعا والربا أبدا تنحط عن شم الرعان. ولم يزل في جهاده يتصرف بحكمة بالغة ومهارة فائقة، بفعل يقول لسار الليالي إلى جبل العز يا ساريا. يهدد تجارة قريش الطاغية الباغية، فعيرهم قد أقبلت من الشآم ومعها المال الحلال والحرام. فخرج النبي في جماعة يطلب تلك العير والبضاعة، لكنه جاء الصريخ المنذر يقول يا قريش هل لا تنفروا. فخرجوا بالقض والقضيض في طول فخرهم وفي العريض، واجتمعوا في بدر للقتال وهم زهاء ألف بخير حال. وجيشه كان قليلا عدده، ثلث ألف ناقصات عدده. هنا تحول الهدف من صيد قافلة إلى مواجهة حاسمة في معركة فاصلة، وفي قلة عدد وعدة يتخذ كافة الاحتياطات التي تمليها ظروف المعركة. يتعرف على إمكانات عدوه ونوع أسلحته، يستشير صحبه فلا يقطع برأي دونهم، فالأمر شورى بينهم. ويعلن قادة المهاجرين الإجماع على المواجهة بأبلغ مقالة. وقام سعد رضي الله عنه عن الأنصار فألهب المشاعر، معلنا أن الأنصار معه حتى لو كان البحر مخاضة. فسر وأعلن البشارة أن سيروا وأبشروا أيتها العصابة. تناهت في الملاحة والبلاغة، فلو شرب المصيخ إليه سمعا على ألفاظه سما لساغة. ولم يزل يستطلع خبر عدوه ويتحسسه لحظة بلحظة، تارة بنفسه وأخرى ببعض صحبه، فلا ينظر الأشياء إلا بلبه ولا يسمع الأنباء إلا بعقله. روي أنه خرج هو وأبو بكر فلقيا شيخا من العرب، فسأله صلى الله عليه وسلم عن جيش مكة وعن جيش محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقال الشيخ من أنتما؟ قال نخبرك إذا أخبرتنا. فأخبرهم بما لديه عن الجيشين، ثم قال من أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم موريا نحن مما، ثم انصرف. فبقي الشيخ حائرا مما السماء مما كذا، فحيره بما أخفى وأبدى كبحر ما له جزر ولكن يكون له مدى الأيام مدى. ولما جيء له بسقاة قريش سألهم عن مكان قريش، واستدل على عددهم بكم ينحرون من الإبل كل يوم. فلما أخبر أنهم ينحرون عشرا قال القوم ألف كل جزور لمئة، لو ذعي لم تدع حكمته من أمور الحرب أمرا مبهما. ثم أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل حتى لا تحدث جلبة تشعر به، ثم سبق إلى موطن المعركة ونزل أدنى ماء من عدوه ليشرب جنده ويحرم عدوه، واستفاد من الظروف الطبيعية فاستقبل مغرب الشمس لتكون خلفه وفي وجه عدوه، وأذن في بناء عريش مشرف على المعركة يتابع منه ويوجه، ومعه في العريش قوة احتياطية لحراسته أو ضرب كمين لم يتوقعه أو تعويض ما قد يحدث من خلل أثناء المعركة. ولعلمه أن عدوه يعتمد أسلوب الكر والفر باغته بما لم يعهده، وهو القتال بنظام الصفوف الذي يحبه ربه. جعل الصفوف الأمامية لأصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان، والصفوف الأخرى من أصحاب النبال لرمي المهاجمين. وبعد أن يذهب زخم الهجوم وشدته تتقدم الصفوف متعاقبة لتزحف على العدو فتهزمه وتطارده، فولى الأمور لأربابها وأهدى السيوف لأجفانها. وكانت التعليمات الأخيرة منه لجيشه بأن لا يسلوا السيوف حتى يغشاهم العدو، وأن لا يرموهم حتى يدنوا منهم، إن دنا القوم منكم فانضحوهم. وأمر بأن لا يكثروا من الرمي استبقاء للذخيرة، واستبقوا نبلكم. ثم دفعهم إلى السماء مزهدا في الأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والتحم القتال بين المسلمين والمشركين، وانجلى الحق اليقين، ورفع الرسول كفي الدعاء إلى المهيمن المجيب من دعا. فانهزم الجمع وولوا الدبر كما قضى الرحمن ذاك في الزبر، ونكص الشيطان للفرار وقال ما أنا لكم بجاري. فانكشف الغبار عن سبعين قد قتلوا وأسروا سبعين، وقذفوا ببئر بدر كلهم، ووقف النبي مبكتا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا حقا، فهل وجدتم ما وعدتم حقا؟ وسمعوا القول ولو أجابوا لكان قول نعم الجواب، وقد مضت سنة ذي العرش بذا، وكل باغ فجزاؤه كذا. تحقق وعد الله وتنزل النصر من عند الله، بأسباب مادية وجهود بشرية، من قيادة موحدة ومشورة ووحدة وثقة متبادلة، مع عقيدة راسخة
ومعنويات يذكيها رسول الله، وهدف موحد لإعلاء كلمة الله. الغليم منهم في أتون المعركة وهمه أبو جهل، لما أخبرت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، تسير بها الركبان شرقا ومغربا، فمن منشد يشدو بها ويغرد. فيا أيتها الأمة رعاة ورعية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية واحد ليس